انتي سرقتي حب حياتي وبسببك جاي عم يبعد عني. رح حول حياتك لجحيم يا أمبا. رح أقتلك لو آخر يوم بحياتي. أنا رح أنتقم منك ومن ابنك. أنا ما رح سامحكن أبداً. ما رح سامحكن. حضرة الضابط لو سمحت خدها من هون. اعتقلوها يلا. خدوها لهالمحتالة من هون. اسمعي وليه؟ أنت لازم تنحبسي وتنمسح فيك الأراضي لأنه حاولتي تضحكي علي وتسرقيني. تذكريني قبل ما تعملي هيك شي مرة تانية. أنا رح أرجع لك يا أمبا ورح أنتقم منك. راجعة. اسمعيني، خطتك الوسخة فشلت صح؟ عندي إلك أخبار حلوة. بعدك أنه أنا عن قريب رح خلي أمي وجاي يتزوجوا وما حدا رح يقدر يمنعون حتى أنتي. راجعة. يلا خدوها. امشي خالتي يلا. مانو شو هالحكي؟ شو هاد يلي سمعته هلا؟ امي انا رح قلك كل شي، رح خبرك يلي صار، بس اول شي بدي اياكي تجاوبي على سؤالي. عمي جاغان كان دائما يغلط بحقنا وعمل كل شي لحتى يصير الزعيم. ماما هو كذب عليكي وخدعك وغلط بحق ستي. بكفي رمانا برا بيتنا، وانتي كنتي كل مرة تتركيه وتسامحيه. ولا مرة قلتي له يترك البيت. قلي لي ليش يا امي؟ مانو أنا بعرف شو عم بتحاول تقول، بس أنا ما فيني سامح جي. إذا أنتي قدرتي تسامحي عمي بعد كل هالشي ليش جي؟ لا يعني عمي غلط كتير وحاول يأذينا بس منشان مصلحته، وهو حتى ما حس بشوية ندم على أي شي صار. بس جي ندم مع أنه حادث خالي ما كان قصده، هو ما كان بنيته يأذيه أبدا. هو رجع فهم غلطه وتحمل مسؤولية وعمل كل شي بيقدر عليه لحتى يعالج خالي كمان. ماما أنا بعرف أنه أنت زعلانة كتير على خالي، وأنا كمان كنت حبه كتير ورح ضل حبه دائما. بس جاي مو هو المسؤول عن وفاة خالي. ماما جاي مو شخص سيء، هو حدا كتير منيح. أمي صدقيني جاي مو قاصد، هو مستحيل إنه يقتل حدا. بترجاكي أعطيه فرصة يشرح لك ويقلك يلي صار.